مشاهدي قناة شعب قناة شوف تافي، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام في اللحظات يعني بوطو ديال الضوء، يعني نقدروا نقولوا انه عيب الوقوف، يعني قرب يطيح. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني ميل لواحد الدرجة ما كتصورش، يعني في غياب تام ديال الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية. فكيف يعقل يعني اننا هنا في مدينة في جماعة حضارية في مدينة المحمدية كنشوفوا ان بوطو ديال الضوء ميل بهذه الطريقة هذه؟ شوفوا معنا الاخوان، يعني كتلقى ان بوطو ديال الضوء ميل بهذه الطريقة. شوفوا معنا المشاهدين المتتبعين، يعني بوطو كيبقى ليه والو ويطيح، فمقارنه هادو هما البوطوات الاخرين، بوطوات عاديين. شوفوا معنا هاد البوطو هذا الاخوان، بقى ليه والو ويطيح الاخوان، يعني بقى ليه والو. والغريب في الامر هو انه البوطو ديال الضو وديس فيه الضو، يعني بالله عليكم تخيلوا معايا الاخوان ان هاد البوطو هذا غيطيح، غتكون ديجا شي طوموبيل غيطيح على شي طوموبيل. فتخيل معايا ان غادي يطيح على شي واحد غيقيسوا الضو غادي يشوف ولا غتوقع عليه شي حاجه. فبالله عليكم شنو غادي نديروا الاخوان؟ هذيك الساعه غنبداو نقولوا علاش هذا ضربوا الضو، علاش هذا طاع عليه البوطو، حق البوطو سوا بالرياح، حق البوطو بعامل هادي، حق البوطو ديال العود رشا. فشوفوا معنا الاخوان الحاله ديالو، هذا غتجي شي ريح بحال ديال داك النهار الاخوان راه غيطيح. ها انتوما العود كله رشا الاخوان، شوفوا معنا بقى ليه والو وكيلعب الاخوان، يعني شوفوا معنا يعني بقى ليه والو ويطيح في غياب تام ديال الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية. فما عرفتش انا واش هاد الناس المسؤولين عارفين بلي كاين واحد البوطو ديال الضو هنا في هاد البلاصة اللي بدا كيتقلع من بلاصتو. هانتوما كيما كتشوفو يعني بدا كيتقلع من بلاصتو، ما عرفتش واش انهم عارفين بلي كاين هاد البوطو هنايا، ما عرفتش واش انهم كيشوفوا من حال هاد البلاصة هادي. فكنتمناو انهم يجيو على الاقل ويديروا غير زيارات يشوفوا من حال هاد البلاصة هادي، حيت راه ما يمكنش الاخوان كما كتشوفوا ان البوطو ديال الضو يقدر يطيح في اي لحظه. راه ما يمكنش الاخوان انكم كتشوفوا البوطو ديال الضو يعني كيشكل واحد الخطر كبير على السكينه. فتخيلوا معايا ان دري صغير غادي كيلعب من هنايا، فتخيلوا معايا ان شاب صغير غادي كيلعب في هاد البلاصه هادي غادي يطيح عليه هاد البوطو هذا، شنو غادي يوقع؟ فالله يحفظ الدري، يقدر يطيح عليه، يقدر يقتلو، يقدر يهرسو، ولا شد فيه الضو ما يعيش، حيت لومبيراج يكون طالع هنا الاخوان. كنتمناو يعني من هاد الناس هادو انهم يتاخذوا الحيطة والحذر، وكنتمناو من هاد الناس هادو انهم يجيو يقوموا باصلاح، يعني كنتمناو انهم يجيو يقوموا باصلاح ديال هاد البوطو هذا، حيت راه كيشكل واحد الخطر كبير الاخوان. فشوفوا معنا ان البوطو هو ميل، يعني شوفوا معنا يعني واحد يعني كارثه ميل، يعني بقى ليه والو ويطيح في غياب تام ديال الناس المسؤولين. فما عرفناش يعني كما كتشوفوا معنا، يعني فتخيلوا معايا ان غير هاد البوطو هذا يطيح على شي واحد، فماشي غير بوطو واحد، راه كاين بوطوات بزاف الاخوان، ولكن هذا هو البوطو اللي مايل بزاف. فشوفوا معنا يعني مايل لواحد الدرجه ما كتصورش، واحد الدرجه كثيره، يعني كما قلنا راه غير شي رياح قويه، الله يحضر السلامه، يدوز شي طوموبيل ولا شي حاجه ما تشوفوش. فاحنا كنعرفوا ان بعض الناس بعض السائقين اللي ما كيكونوش في الوعي ديالهم تيكسيري كيطلعها فوق تريطوار كيخرج يقدر يطيحوا في اي لحظه. فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يجيو قبل ما يفوت الفوش ويقوموا باصلاح ديال هاد الضو هذا، عفوا ديال هاد البوطو هذا، حيت هاد البوطو هذا كيشكل واحد الخطر كبير على السكينه. حيت هاد البوطو الاخوان كما كتشوفوا معنا انه يعني هنايا في هاد البلاصه هادي، ما عرفتش شنو اللي خلى ان هاد البوطو يطيح بحال الاعواج بحال هاد الوقفه هادي. شوفوا معنا يعني شوفوا معايا يعني ميل ما بقى ليه والو غيطيح الاخوان، حاله كارثيه، حاله يرسلها خويا فزاز. هذا ديال التليفون ماشي ديال الضو، والله ما عرفت اخويا، حنا كيبان لي الخيط الكحل كيبان بحال ديال الضو، والله اعلم اخويا. ممكن يقدر يكون بصح ديال ماشي ديال هذاك، يقدر يكون ممكن ديال التليفون. فكنتمناو الاخوان انكم تخيرونا في التعاليق وتقولوا لنا واش هذا بوطو ديال الضو ولا ديال التليفون، فراه ما عرفناش. فاللي كيبان لنا هو انه بوطو بقى ليه والو ويطيح. كتشوفوا معنا الاخوان ان بوطو هو ميل بزاف لواحد الدرجه، واش ان هذا البوطو مسكين عيا بالوقفه بغى يستراح، واش ان هاد البوطو فكتشوفو يعني في اي لحظه يقدر يطيح هاد البوطو هذا، فشنو غادي يوقع؟ الله اعلم. يعني كنتمناو من هاد الناس هادو انهم يجيو يقوموا باصلاح هاد الكارثه هادي، كنتمناو من هاد الناس هادو انهم يجيو يصوبوا هاد البوطو هذا، حيت راه يقدر في اي لحظه يطيح الاخوان، يقدر يشكل واحد الخطر كبير على السكينه. راه يقدر يتوفاو هنا وليدات، راه يقدر دري صغير مسكين غادي هو الام ديالو ولا هو الاب ديالو غادي يدوز ما غايشوفش هاد البوطو هذا، رياح قويه ولا شي حاجه غادي يطيح هاد البوطو، يطيح عليه على راسو يصدق مصفيه عليه، يصدق قاتلو. هذيك الساعه فين غادي نوليو؟ هذيك الساعه غنوليو في ما لا يحمد عقباه،
هذيك الساعه عاد غنقولوا علاش ما صوبناش البوطو، علاش ما درناش لهذا البوطو، حقا كان خاصنا نصوبوا البوطو، حقا البوطو كان كيشكل خطر، حقا كنا غد غنجيو غدا في الصباح كنا غادي نجيو نصوبوا البوطو، الساعه ديال اليوم بالليل طاح البوطو. فجيو دابا ما حد باقي الحال، جيو نقضوا ما يمكن انقاذه، حيت راه ما يمكنش هاد البوطو غادي يبقى في هاد الحاله هادي، وحنا في 2023 وعلى ابواب غنضمو كاس افريقيا، وعلى ابواب غنضمو كاس العالم، وغادي نجيو نشوفوا هاد الكارثه هادي، وغادي الناس جايين شي واحد ما يجيو غير شي سياح يقول لك حقا كنسمعوا في لافاليز نجيو نشوفوها غير لقاو بوطو ميل، اش غنقولوا لهم؟ هادي معلمه رجع فضيحه هادي الاخوان، هادي راه شوها الاخوان ولينا كنشوفوا فيها. فكنتمناو من هاد الناس انهم يجيو يقوموا باصلاح هاد البوطو هذا في اقرب وقت، يعني قبل ما يفوت الفوت ويقدر ماثر على شي واحد. الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تي في، نكتفي بهذا القدر، على امل نلقاكم بنتم بشر اخر، وكنتمناو انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا باش يوصل رساله للناس المسؤولين. شكرا والى اللقاء.